صباح الخير لكم مشاهدينا ببرنامج اليوم يلي بيطلع عليكم بحلقة جديدة فيها الكثير من الأخبار والكثير من المعلومات المفيدة. اليوم بالإضافة للجولة على أبرز تطورات الساعة على الساحة العربية والعالمية رح نتحدث عن آخر الأخبار اللي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما رح نتحدث أيضا عن اليوم العالمي لمرضى التوحد الذي يصادف اليوم 2 أبريل/نيسان من كل عام والسعي نحو الاعتراف بحقوقهم المدنية والدستورية. ومنذكر بإمكانية متابعتنا أيضا مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في أخبار الآن فيسبوك وتويتر وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. ومنبدأ برنامجنا بآخر التطورات على الساحتين العربية والعالمية. عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية تضم رفات 48 جثة لمدنيين عراقيين أعدمهم داعش في المدينة القديمة بالموصل. وقالت مصادر عسكرية إن قوة من قيادة عملية نينوى عثرت على المقبرة في منطقة الميدان بالموصل القديمة، وإن الجثث تظهر عليها آثار التعذيب، مشيرة إلى أن داعش قام بإعدامهم في سجن سري له في المنطقة. أعلنت وزارة المالية الصينية في بيان لها الأحد زيادة التعريفات الجمركية على أكثر من 128 سلعة من الواردات الأمريكية بدءا من اليوم الاثنين. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ردا على قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية تقدر ب 60 مليار دولار على أكثر من 100 سلعة صينية. يقولون أن لا محبة إلا بعد العداء. أشد المتفائلين العام الماضي لم يكن يتوقع هذا التواصل السلس بين الكوريتين. وزارة الثقافة في كوريا الشمالية قالت إن الزعيم كيم جونغ أون وزوجته حضرا حفلا غنائيا لفرق موسيقى البوب الكورية الجنوبية، وهي أول رحلة فنية لفرق موسيقية من كوريا الجنوبية تصل إلى الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية منذ 10 سنوات على الأقل، وسط استعدادات لقمة بين رئيسي البلدين. عادة عندما نكون في حالة غضب أو توتر نسارع إلى طقطقة أصابع اليد، لكن هل تساءلت يوما عن سبب هذا الصوت؟ أكد باحثون أنهم اكتشفوا أخيرا لماذا نسمع أصواتا عالية عندما نقوم بطقطقة المفاصل وخصوصا أصابع اليد. الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا اعتمدت نموذجا رياضيا لتحديد مصدر تلك الضوضاء التي أثارت نقاشات كثيرة لسنوات عدة. وفي النموذج يتسبب الضغط الناتج عن تحرك المفاصل على سبيل المثال عندما يتم فرقعة الأصابع في انهيار فقاعات متناهية الصغر، وهو ما ينتج عنه موجات صوتية أو ما يعرف باسم فرقعة الأصابع. من المؤكد أنك سئمت من إيجاد حل مناسب للتخلص من البعوض في منزلك. اكتشاف جديد يضع حدا لهذه الحشرة المزعجة. توصلت دراسة جديدة إلى أن قرصا مثيرا يمكن أن يجعل دم الإنسان مقاوما للبعوض وقادرا على قتله. واكتشف العلماء أن البعوض الناقل للأمراض مات بعد التعرض لدماء البشر المزودة بجرعات فائقة من الإيفرمكتين، وهو دواء يستخدم لعلاج الطفيليات. هل لديك مشكلة في أن يطلع الآخرون على ما تفكر فيه داخل عقلك؟ تخيل أن ذلك حدث فعلا، ما هي ردة فعلك؟ طور علماء آلة مذهلة لقراءة الأفكار التي يمكنها ترجمة ما الذي تفكر به وتخبئه في عقلك إلى نص مقروء. ويدعي العلماء أن معدل نجاح هذه العملية يصل إلى 90% أو أكثر، ويقولون إنه يعمل من خلال تفسير الحروف الساكنة والحروف في أدمغتنا. في الهند أعلن عن وظيفة شاغرة في إحدى سكك القطارات، فتقدم لها ما يزيد عن ربع مليون شخص.
أعلنت هيئة السكك الحديدية بالهند عن عملية توظيف متنوعة في فبراير الماضي لملء 90,000 منصب من درجة الأعمال اليدوية، وبلغ عدد المتقدمين الحالمين لشغل أي واحدة منها بحسب ما ذكرته وسائل إعلام هندية 28 مليونا، أي أكثر من 300,000 تزاحموا متنافسين على كل وظيفة، مع أن أرقاها هي لتقني وراتبها بالكاد هو $300 في الشهر. علاقة غرامية تربط شابا ألمانيا بفتاة، حدثت بعض الخلافات بينهما فقرر الشاب إنهاء العلاقة بطريقته الخاصة. شاب ألماني عمره 34 عاما يعيش جنوب مدينة فرانكفورت لم يعرف كيف يمكنه إنهاء علاقته الغرامية بصديقته، ولم يجد حلا لمعضلته سوى التوجه إلى أقرب مركز للشرطة. وتعجب شرطي المركز عند سماعهم لشكوى الشاب الذي أراد معرفة كيفية إنهاء علاقته بصديقته بطريقة فعالة ومناسبة في آن واحد. وقامت إحدى الشرطيات بعرض عدد من الطرق التي يمكن انتهاجها لإنهاء العلاقة. تتيح منشأة جديدة تسمى سماش روم أو غرفة التحطيم في منطقة القوز بدبي لروادها فرصة للتخلص من التوتر وإطلاق العنان لجماح غضبهم بتحطيم ما تطاله أيديهم من أشياء فيها. الغرفة تساعد روادها على التخلص من ضغوط ومتاعب الحياة اليومية، إضافة للتنفيس عن المشاعر السلبية. حب ذكركم مشاهدينا أنه برنامج اليوم يبث مباشرة أيضا على صفحتي تويتر وفيسبوك وعلى قناتنا في موقع يوتيوب عبر الرابط التالي. بعد هذه الجولة الإخبارية منتوقف مع فاصل ومنعود لنبدأ أولى فقرات برنامجنا مع آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا فيكم عن جديد مشاهدينا. تخدع شركة جوجل مستخدميها في الأول من أبريل من كل عام بإيهامهم بابتكارات لا يمكن أن تتحقق على الأرض الواقع. تلك الابتكارات التي يصدقونها ويقعون في فخ كذبة أبريل الذي تنصبه لهم الشركة كل عام. وكشفت شركة جوجل هذا العام عن خدعة جديدة تضفي جوا من المتعة والمرح. ارتبطت الخدعة بخدمة خرائط جوجل والتي كشفت عن لغز جديد يطلق عليه اسم Where's Waldo أو أين والدو. وولدو هو عبارة عن شخصية خيالية يسافر حول العالم مع أصدقائه، وكل ما على مستخدمي الخرائط فعله هو العثور عليه داخل الخرائط من خلال بعض العلامات. ما زال البعض يحتفي بكذبة أبريل نيسان، وأطلق مغردون في الأردن هاشتاج كذبة نيسان بالأردني وتفاعل معه عدد كبير. نتابع. دشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاج بعنوان البنات محتاجة إيه باحثين من خلاله عن طرق لإرضائهن،
وتفاعل عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا مع الهاشتاج الذي تصدر قائمة الترندات الأكثر تداولا في مصر. وجاء تفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج بين الجد والسخرية، حيث قالت الفتيات إنهن بحاجة إلى الاحترام والتقدير فقط. وعلى الجانب الآخر غرد بعض الشباب عبر الهاشتاج مشيرين إلى أن البنات دائما بحاجة إلى المال، فيما رأى آخرون أنهن بحاجة إلى من يفهم طريقة تفكيرهم، موضحين أن ذلك أمر مستحيل. انتشر في الكويت هاشتاج شعورك الليلة بتغريدة، وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج. نتابع. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح كيفية التعامل بحرص شديد مع حقائب المسافرين في أحد مطارات اليابان. وأظهر مقطع الفيديو موظفة يابانية تقوم بترتيب وتنظيم وضع الحقائب على سير الحقائب في أحد المطارات، وبحوزتها قطعة قماش تقوم بتنظيف الحقائب قبل أن يتسلمها أصحابها. ونال الفيديو إعجاب الملايين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد يوم واحد فقط من نشره. نساء في حي بسيط على مشارف القاهرة يعدن استخدام قطع قماش وعلب صفيح ومخلفات ورقية في إنتاج أشياء تصلح للاستخدام اليومي مجددا. يتم تدريب هؤلاء النسوة في ورش لصنع منتجات يدوية في إطار برامج لتوفير دخل لهن عبر مشروع تأسس في ثمانينيات القرن الماضي. نقوم بجنبيه وكذا.
تفضل. مختارات من الصحف العربية إضافة لآخر الأخبار اللي شغلت السودانيين مع مراسلنا من الخرطوم سبأ سيف الدين بعد هذا الفاصل. أهلا فيكم عن جديد. وصلنا الآن مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم، ونبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية التي عنونت اللحوم المشوية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم. تشير دراسة جديدة إلى ارتباط محتمل بين تناول اللحوم والدواجن والأسماك المشوية أو المطهوة جيدا وزيادة احتمالات الإصابة بضغط الدم المرتفع. وأضافت الدراسة أن الأفراد الذين يتناولون اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك إذا تجنبوا استخدام النيران المباشرة أو الطهو بدرجات حرارة مرتفعة مثل الشواء قد يقللون من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم. صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت أبل تعيد زر هوم بوتن آيفون 10. تستعد شركة أبل لإطلاق ملحق جديد كان المستخدمين يطالبون به منذ إطلاق هاتف آيفون 10 العام الماضي، وهو زر حقيقي للقائمة الرئيسية والذي سيوفر الكثير من المميزات بما في ذلك زر هوم ومستشعر بصمة تاتش آي دي، وهو ما سيكون مناسبا للمستخدمين الذين لا يفضلون تقنية بصمة الوجه التي تتواجد في أحدث هواتف أبل. إلى صحيفة القبس الكويتية والتي عنونت الصين تبني أطول جسر بحري. تعكف السلطات الصينية على بناء جسر يعتبر من العجائب الهندسية، فهو الأطول فوق الماء في العالم ويربط بين الأراضي الصينية وماكاو وهونغ كونغ، ويتضمن طريقا متعرجة فضلا عن نفق تحت الماء، وتستخدم في بنائه كمية من الفولاذ تكفي لبناء 60 برجا مثل برج إيفل. صحيفة البيان الإماراتية عنونت دراسة تربط البدانة بقصر العمر. ربطت دراسة أمريكية حديثة بين البدانة وقصر العمر، وأوضحت أن أصحاب الوزن الزائد يقضون سنوات أطول في المعاناة من أمراض القلب مقارنة بمن يتمتعون بأوزان صحية. وأظهرت الدراسة التي أجريت على أكثر من 190 ألف بالغ أن متوسط العمر لم يختلف بين أصحاب الوزن الزائد والعادي، لكنه تراجع 1.9 سنة مقارنة بالبدناء وست سنوات كاملة عند المقارنة بمن يعانون البدنة المفرطة. ومع صحيفة الغد الأردنية التي عنونت قرص يجعل دم الإنسان ساماً وقاتلا للبعوض. توصلت دراسة جديدة إلى أن قرصا مثيرا يمكن أن يجعل دم الإنسان مقاوما للبعوض وقادرا على قتله.
واكتشف العلماء أن البعوض الناقل للأمراض مات بعد التعرض لدماء البشر المزودة بجرعات فائقة من الإيفرمكتين، وهو دواء يستخدم لعلاج الطفيليات. ويأمل العلماء الآن أن يتم استخدام هذا الدواء لمكافحة الملاريا وربما أمراض أخرى ينقلها البعوض. جولتنا على ما ورد في بعض الصحف بنستكملها مع مراسلنا سبأ الدين أو سبأ سيف الدين من الخرطوم ليطلعنا على أبرز ما شغل الشارع السوداني مؤخرا. سبأ، صباح الخير لك. نعم، صباح الخير الزميلة عفرة. نافذة جديدة من العاصمة السودانية الخرطوم نطالع من خلالها أهم العناوين التي تطرقت لها صحافة الخرطوم أو الصحف الصادرة صباح اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، ونبدأ بصحيفة الرأي العام التي أبرزت في عناوينها: مجلس الأمن يراجع قراراته بشأن دارفور، السودان يطلع الأمين العام للأمم المتحدة على مراحل خروج اليوناميد. أيضا نطالع في صحيفة الصحافة: وزير النفط، نملك كمية من البنزين تغطي كل البلاد ولا توجد أزمة وقود، البرلمان السوداني، امتحانات الشهادة السودانية قضية أمن قومي. أيضا نطالع في صحيفة اليوم التالي: بدء عملية المسح لتحديد الاحتياجات العاجلة للعائدين بولاية دارفور. أيضا نطالع في صحيفة الجريدة: زيادة أسعار السكر للمرة الثالثة خلال شهر واحد، وزيارة المالية في السودان، وزارة المالية عفوا في السودان لا اتجاه لزيادة أسعار الوقود. صحيفة الانتباه في عناوينها عنونت: وزير المعادن، ليست هناك أي مشكلات بين الشركة الصينية و ولاية كسلا. هذا الحديث ربما يرتبط بقضية الذهب والشركة الصينية. نطالع في صحيفة الصحافة: وزير النفط، نملك كمية من البنزين تغطي كل البلاد. هذا الخبر ربما كل صحف السودان هذا اليوم، كل صحف السودان في هذه الأيام تتحدث عن الأزمة الطاحنة بالنسبة للوقود. هناك انعدام في البنزين، انعدام في الجازولين، أيضا انعدام في الغاز. هناك أزمة كبيرة تثقل كاهل المواطنين هذه الأيام بالعاصمة السودانية الخرطوم وبعموم السودان حول قضية المشتقات النفطية هنا بالسودان. يعني منذ أيام هنا نلاحظ أن كل محطات الوقود، ازدحام كبير جدا بمحطات الوقود، انعدام كبير جدا للمشتقات النفط. هناك مشكلة، ربما تتحدث الحكومة أن هناك مشكلة بالمصفاة الجيلي، وهي المصفاة التي توفر النسبة الأكبر من المشتقات البترولية التي تحتاجها عجلة الحياة هنا. أيضا هناك في صحيفة الوطن طالعنا انفراج نسبي لأزمة الوقود بمدني وارتفاع تعرفة المواصلات، توقف الصرافات الآلية واستياء عام، القصد أو يقصدون الـ ATM صرافات البنوك. أيضا في صحيفة الوطن، السودان يشارك في فعاليات اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وزارة الثروة الحيوانية تؤكد توفر اللقاحات. نطالع أن أهم العناوين التي أفردت لها الصحف السودانية مسعاها هي قضية الوقود. المواطنون هذه الأيام يعانون من تكدس في وسائل النقل بسبب ربما انعدام كما ذكرت الجازولين، وقود المركبات العامة. هناك حالة من السخط في أوساط المواطنين فيما يلي قضية المواصلات وقضية النقل. أيضا هناك قضية تطرقت لها صحف الخرطوم اليوم وهي قضية السكر. يعني أحاديث المسؤولين في الأيام السابقة عن أن طنين ونصف من السكر التهمتهم نمل سكر، ربما النمل هنا في السودان نوع من النمل يطلق عليه نمل السكر. هناك أحاديث أثارت الكثير من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي. ما زالت أحاديث الاقتصاد وأحاديث الأزمة الاقتصادية تسيطر هنا على الصحف، على وسائل التواصل الاجتماعي، على أحاديث الناس. ربما هذا كل ما أهم ما تطرقت له صحافة الخرطوم وأهم القضايا التي تشغل السودانيين هنا. عودة للزملاء في الاستوديوهات في دبي. شكرا لك سبأ. أراد مريض أن يستفسر عن كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية عنده، فذهب إلى صيدلانية في العاصمة الأردنية عمان تدعى أشجان النعوري، وبدلا من التخلص من الحبوب ألهمت الخطوة الصيدلانية إلى إبداع لوحات فنية من أقراص العلاج منتهية الصلاحية. نتابع.
الرصاص كلها موجود اللي يؤول علاج يخرج بس ما حد يفهم أساس إنها يعني تحتفل شعوب العالم في الثاني من أبريل من كل عام بيوم التوحد العالمي، وذلك للتوعية باضطراب التوحد وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والتأهيلي والدمج المجتمعي للمصابين بالتوحد وأسرهم، إلى جانب التعريف بحقوقهم ومطالبهم. سنتحدث أكثر حول الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو اختصاصية السلوك وعلم النفس ميرنا لاذقاني بعد فاصل أخير. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. يتذكر العالم في الثاني من أبريل نيسان من كل عام الذين يعانون من اضطرابات التوحد لتشجيع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة الوعي بهم. عربيا هناك تحركات لزيادة الاهتمام بهذه الشريحة، ففي الإمارات تنظم وزارة تنمية المجتمع طيلة هذا الشهر برامج وفعاليات. قالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم إنها ستقام تحت شعار لنتوحد من أجل التوحد، وأضافت أن العالم يتفق حول أهمية التوعية بهذا الاضطراب وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم والسعي نحو الاعتراف بحقوقهم المدنية والدستورية كاملة، وبشكل خاص حقهم في التعليم والتوظيف ومواجهة تحديات التهميش التي قد يتعرضون لها في الكثير من المجتمعات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو اختصاصية السلوك وعلم النفس ميرنا لاذقاني. ميرنا صباح الخير لك. يعني بداية حدثينا أكثر عن أهمية التوعية بهذا الاضطراب، اضطراب التوحد. نعم، عادة كل سنة عم بيزداد أكثر الاهتمام والتوعية، يعني هيدي من 10 سنين لليوم صرنا عم نشوف سنويا كل صعيد العالم كله عم يهتموا بالتوعية، لأنه التوعية هي أهم بكتير من أنه بس نلاقي لنقول علاجات أو شيء، لأنه عادة المجتمعات وقت تكون عم تتقبل أي شخص عنده اضطراب توحد عم يزمجوه بالمجتمع أكثر، عم بيصير الأهل كمان وقت بدهم يعرفوا يقدروا ينتبهوا أنه إذا طفلهم عنده توحد أو لا، هذه التوعية اليوم عم بتساعدهم أكثر كرمال يقدروا يعني مثل ما بيقولوا يتدخلوا بشكل مبكر لأجل التوعية ولأجل العلاج لطفلهم. هلا يمكن ميرنا بسبب التوعية اللي تحدثتي عنها صاروا الأهل ينتبهوا أكثر في سن يعني على أولادهم في سن مبكرة وبيقدروا أنه يتخذوا الإجراءات يعني المناسبة للتعامل مع الطفل. طيب مدى تمكين الأشخاص ميرنا من ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم؟ حدثينا أكثر عن هذا الموضوع. هلأ لما بيكون في تدخل مبكر للطفل وعم نساعده أنه يقدر يندمج أكثر بالمجتمع، بمعنى يقدر يتواصل أكثر، نساعده أنه ننمي له تواصله اللغوي والغير لغوي كمان، لا يقدر يحس حاله أنه هو فرد، يعني لما بده يكون عم بفوت بمجتمع ويحس أنه الكل عم يتقبله، هذا الشيء بخليه مبكرا لما عم بيصير التدخل عم بيصير بيساعده أكثر لما بده يقدر بعد العلاجات اللي بده يتلقاها يعني
بنقول لهم التوعيه، سوري، بنقول لها العلاجات وال يعني العلاجات السلوكيه اكثر يعني بتلقاها، هيدا الشيء بيساعده اكثر انه يندمج لاحقا بالمدارس العاديه. يعني هيدا وهذا اللي بسبب اول نقطه، اول خطوه فيها التوعيه ليصير في تدخل مبكر، ومن ثم بيقدر يصير يعني يقدر يندمج بالمجتمع اكثر. طيب خلينا نحكي اكثر عن هذا الموضوع ميرنا، يعني هن بدايه اطفال توحد هل يجب ان يكون لهم مدارس خاصه في البدايه ام منذ البدايه يجب ان يندمجوا في مدارس عاديه، وحتى مثلا في مجال العمل يعني هل بيندمجوا بمجال او العمل بشكل طبيعي؟ لا، اول شيء لازم يكون في لهم مراكز خاصه يتلقوا فيها الطرق التعليميه الخاصه فيهم، لما ينحس هذا الطفل صار مستعد انه يندمج ويفوت على المدارس الخاصة اللي هي حتى المدارس هيدي المدارس سوري العامة اللي هي كمان مستعدة انه تتقبل هذا الطفل، هون بصير صار خلص يعني صرنا. بس اول شيء يعني مثل ما قلت لك لازم يكون التحضير بالمراكز الخاصة له، صار في كثير في منها هون بالامارات وبرا الامارات، صار في كثير مراكز تعليمية وتأهيلية للاطفال ذوي الاضطرابات ذوي اضطراب التوحد. يعني يمكن في خطر كتير كبير على طفل التوحد وعلى الأطفال اللي حواليه في حال إذا تم إدخاله في مدرسة بدون يمكن التوعية أو تأهيل بحالته. ميرنا طبعا إذا ما في تأهيل جيد ومية بالمية يكون خلص، يعني لأنك عنا على كذا صعيد لازم يكون الطفل جاهز، على صعيد التواصل اللفظي والغير اللفظي، على صعيد الحركة، حتى يعني الطرق التعليميه بتختلف عن الطرق التعليميه العاديه للاطفال. وقت يتلقى هذا العلاج التاهيلي ويصير جاهز، دائما في اعمار معينه بحس المعالج او المعالجين بحسوا انه هلا صار وقت انه هذا الطفل انه يندمج، بس انه نجي نحط بمدارس عاديه ونقول معلم مثلا بنحط له معلم شادو تيتشر معلم المرافق، هيدا شوي عم نضر الطفل ويمكن نضر الاخرين الاطفال العاديين. فالطرق التاهيليه الاوليه اذا اخذها بشكل مزبوط ساعتها بيكون كثير اريح له واحسن له انه يندمج مع المدارس العاديه بعدين. طيب خلينا نحكي شوي عن المنزل، يعني تنمية مهارات الطفل، تأهيله أكثر، مساعدته لحتى يكون يعني من يعني يحس حاله أنه هو ما بيفرق عن الآخرين بأي شيء، كيف بتتم هذه الآلية سواء من الأهل أو حتى من أشقاء الطفل المتوحد؟ اليوم دائما نحن عم نشجع الأهل أنه مش بس يخضعوا لتدريبات كرمال يعرفوا يتعاملوا مع أطفال ذوي التوحد، لا، الأهل العائلة ككل، كمان ننصح دايما الأهل أنه يدخلوا بجمعيات، في جمعيات اليوم للأهالي اللي عندهم أطفال من ذوي اضطراب التوحد. فهدول لما بتشارك وبتصير في تبادل أفكار وتبادل خبرات بيناتهم، هذا الشيء كتير بيساعدهم وبصير بيتعلموا كيف يتعاملوا مع هذا الطفل، لأنه هذا الشيء كتير بيساعده لحتى يقدر يعني قد ما فينا نحسسه أو يحس حاله صار مثله مثل الباقيين. طيب ميرنا برأيك شو هي أكبر التحديات يلي بتواجه الأهالي اللي لديهم طفل مصاب بالتوحد؟ في عنا أول شيء التحديات الكلفة، كلفة العلاج، لأنه يمكن المراكز التأهيلية هي يمكن بتكون مكلفة شوي. هي مكلفة، بس طبعا كل دولة عم تدعم اليوم العلاجات للأطفال، يعني ما لأنه هي فعلا مكلفة، عندك شخص لكل فرد عنده توحد بده يكون في مقابله معالج، يعني وغير الشادو تيتشر غير الأدوات اللي بيستعملوها، يعني هي فعلا مكلفة. بس اليوم الدولة كتير بتدعم هيدا الموضوع، يعني صار يعني أحسن. هيدا من التحديات. كمان في عنا شيء تاني، العالم، تقبل العالم لطفلك. اليوم ليش عم بتصير هالتوعيات وهال اليوم 2 أفريل بيوعي أكثر، مثلا نمشي لأجل التوحد،
فعاليات كثيرة عم بتصير لحتى العالم، مش ضروري يكون عنده طفل عنده توحد، لحتى العالم يعرفوا أكثر عن هذا الموضوع، لحتى لما يشوفوا طفل يمكن عنده عم بيمارس سلوكيات شوية يمكن هن مش معودين عليها، لحتى ما يتفاجئوا ليكونوا الكل عارفين، هالشي بيريح وبيطمن الأهل كمان. صحيح. طيب ميرنا اللتقاني اختصاصية السلوك وعلم النفس، أنا بدي أشكرك كثير لمشاركتك معنا، شكرا لك ميرنا. إذا مشاهدينا في موضوع آخر، تجمع عدد من هواة رياضة التجديف وقوفا على الألواح لخوض منافسة تقام في أكبر بحيرة تحت الأرض في أوروبا، نتابع. تعد مهنة تجليد الكتب واحدة من المهن البسيطة والمهمة للكثير من أبناء اليمن، خاصة حينما يندر المحافظة على بعض الكتب القيمة. الحاج أبو حامد الإبراهيمي عرف منذ صغره بحبه للقراءة وامتهانه لحرفة تجليد الكتب. التفاصيل مع مراسلنا فيصل الدبحاني. ترميم النسخ التاليفة أو القديمة من القرآن الكريم هي الهواية التي احترفها لوجه الله رغم ظروفه وضيق ذات اليد، إلا أن في ذلك سعادته التي يفتقدها في كثير من أوجه الحياة. في حي البساتين في مدينة عدن، أحد أفقر الأحياء فيها، يقطن ويعمل الحاج أبو حامد الإبراهيمي، والذي أحب القراءة منذ صغره، فتعلق قلبه بالكتاب وصار مهووسا بكيفية الحفاظ عليه، فتعلم أساليب تجديد الكتب وتغليفها مذ كان في 15 من عمره. بدأت الآن، فتحت مركز لتجليد المصاحف، اللي هو هذا المركز اللي نقوم فيه بتقليد المصاحف. طبعا التقليد بالوسائل البدائية الأولية، يعني شوف حجر مش عارف إيش، يعني مش آلات حديثة معي. في الوسائل الصغيرة هذه البسيطة أقوم بتقليد المصاحف بهذه الأشكال التي أمامكم. فقلت لك أنا يعني منذ 15 سنة وأنا أجلد المصاحف، حتى الآن صارت هذه بدل ما تكون هواية أصبحت مهنة لي الآن. حمل الحاج أبو حامد على عاتقه مسؤولية ترميم وتجديد النسخ التالفة من المصحف الشريف وإعادة إحيائها ليعاد توزيعها على المساجد في أرياف المدينة وبدون أي مقابل، وهذا ما يثقل كاهله الآن خاصة في ظروف البلاد الصعبة. بعض الأئمة الأفاضل يقومون باستلام المصاحف الجديدة ويتباهون بالمصاحف الجديدة في الأرفف حق المساجد، والقديمة يرموها في كراتين وخلاص وتعرض للحرق. فبدل أن تحرق المصحف وبدل أن يعدم المصحف، أنا أخذ هذه المصاحف المساجد وأقوم بترميمها وإعادتها بهذا الشكل الطيب الجميل. هذا هو، هذا كان معدم، هذا المصحف كان معدم بيحرقوه كانوا، أنا أنقذته من المسجد وقلته ورجعته للحياة الأولى. فهذه المصحف الآن رجع للسيرة الأولى التي بدأت حياته من جديد، وهذه المصحف نأخذها ونرسلها للقرى والأرياف والمناطق النائية، وكذلك لجمهورية الصومال. جمهورية الصومال برضه مفتقرين من المصاحف. كان حب المهنة أقوى من كل الظروف والأوضاع التي مر بها الحاج، فبرغم انعدام المردود المالي المباشر من تجديد القرآن الكريم، إلا أنه سعيد ومبتهج لنقل حرفته لابنه حامد. أنا كنت أفكر
أن يورث مهنتي أحد أبنائي، وحامد ابني هذا صغير الآن عمره 13 سنة، يعني مش حق تقليد الآن، يعني الآن يقلد، هو أصغر مني، أنا كنت أقلد أنا 15 سنة هو الآن 13 سنة، فأنا أفتخر بابني أنه يقلد المصاحف وبيصير خليفة لي في تقليد المصاحف، لأنه أنا لا أريد أن يتوفى والمهنة تضيع علي. الشيء علم الناس، الآن علمت في البساتين ما يقارب 30 شخص، 30 شاب يقومون بتقليد المصاحف. ابتدأ بمجلتي سمير وميكي، والآن أصبح صاحب حرفة تقاتل من أجل أن لا تنقرض. برغم ظروفه الصعبة لم يكتفي الحاج أبو حامد بترميم النسخ التالفة من القرآن الكريم، فهو يساعد فقراء الحي والأحياء المجاورة بما تجود به أياد الخيرين. فيصل الدبحاني لأخبار الآن من مدينة عدن اليمن. ومنختم برنامجنا مع حلقة جديدة من فقرتنا اليومية خطوة جريئة، اللي بتسلط الضوء على أفكار شبابية ناجحة لاقت رواجا لدى المستهلكين، واليوم مشروع جديد، تابعوا معنا. تحتوي شبكات التواصل الاجتماعي على أسماء وشخصيات تعد مؤثرة على رأي رواد هالمواقع، وبيتجاوبوا معهم وبيتابعوا أخبارهم. influencers.ae بتساعد الأشخاص المؤثرة أو الانفلونسرز بمجتمعنا لتأمين أفكار جديدة ومفيدة لنشرها على صفحاتنا الخاصة. صار لي 6 سنين بالإمارات، وأنا كندي جنسية سوري الأصل، ضليت 22 سنة بكندا، هونيك تخرجت وعملت جامعتي وكل شيء، وبعدين أجيت أسست شركة infamous.ae وinfluencers.ae بدبي. شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة influencers.ae؟ كنا عم نعمل دعاية لزبون من زبايننا، بقى قررنا نعمل له نوع من السباق بين قناة من القنوات الاجتماعية، نعمل دعاية عن طريقه مباشر وناخذ influencer ونعمل دعاية عن طريقه. لاحظنا انه القناة الاجتماعية اخذتها 18 ساعة لتلحق يعني نعمل بأول ساعة بالإنفلونسر، هيدا الشيء خلانا نقول طيب إذا كان عنا إنفلونسر واحد وهيك صار، بقى كيف إذا جبناهم كلياتهم تحت موقع واحد وقلنا انه نعمل كامبينز أكبر بكتير، بقى صار عنا قوة ترويجية اللي هي ممكن تعمل something to go viral، يلي هو هدف كل ماركتير بالمنطقة. لكن حمزة كيف بيشتغل الويب سايت influencers.ae؟ خبرنا أكثر. الويب سايت طبعا بيكون الشركات أو البراندز أو الشركات الإعلانية بيكون عندهم حساب، بيفوتوا على الأكاونت تبعهم وبيختاروا أول شيء إذا حابين يعملوا كرييت للكونتنت تبعهم الانفلونسر تو كرييت الكونتنت، أو يعملوا ريبوست لإعلان هو أوريدي موجود مصور، أو ممكن إنه يكون إنه يحضروا بس إيفنت. أوكي. فإحنا خلينا نشوف كيف اذا بده يعملوا كرييت للكونتنت. اوكي. طبعا هون بيختاروا اول شيء اذا كان الانفلونسر حابين يكون ميل او فيميل حسب البرودكت، حنخليه هلا. بالنسبه للعمر اذا في عمر معين they're targeting مثلا age of group، خلينا نقول مثلا من 20 ل 35. يعني اوقات ما بيكون بهمون قد ايه عدد الفولورز، اوقات بيكون بهمون حسب الكامبين، مرات الكامبين بتتطلب انه يكون ماس سو لازم يختاروا انه عدد كبير. فخلينا نشوف كيف بيكون لما بيكون بيختاروا عدد كبير، مثل ما انتم شايفين كلهم فوق ال 1 مليون بالضبط، وكلهم اسماء يعني معروفه ومشاهير. اوكي خلينا نشوف كيف المايكروز، لانه هو بفيد كثير للناس اللي بدهم مايكرو الصغار اللي تحت ال 100,000 فولورز. هذا المايكرو خلينا نشوف هون مثلا influencers category، اذا البرودكت هو بيوتي او هو رياضه 100%. خلينا نشوف مثلا ممكن يبدهم يختاروا فاشينيستا بيوتي اكسبرت. سو الانفلونسر كونتري، وين الانفلونسر عايش، طبعا هذا بياثر على حسب وين الكامبين صح باي بلد ممكن يختاروا. طبعا احنا لما مركزين على الميدل ايست وتحديدا الخليج اكثر، في كمان حتى تو سبيسيفاي الانفلونسرز حسب الجنسيه تبعه. طبعا احنا البيس تبعنا انستغرام، ممكن اذا حابين انه الانفلونسر يكون عنده سناب شات او فيسبوك او تويتر او يوتيوب،
انه بيختاروا انه لازم يكون عنده هال اوبشن زياده. اوبشن يعني زياده بالضبط. طبعا هون ببين عندك النمبر اوف فولورز وهون الريت او السعر للون بوست. هذا الافريج ريت. طبعا هذول الريتس هن الانفلونسرز بيحطوه. اوكي يعني خير. يمكن يكون في عدد عنده عدد فولورز اقل من غيره بس الريت اكثر بالضبط للبوست. هذا ما له علاقه بالعدد. طبعا في بالمنطق يعني قديش ممكن يكون، بس طبعا احنا بناخذ الريت كاردز من الانفلونسرز لانه مثل ما بنشوف هون هي عندها 28000 بس الريت 6000، وحده ثانيه عندها 32000 بس الريت 4000. 100% اوكي. لكن من بعدها بيصير عندهم فلتريشن، بتروحي لكومبير ناو بتشوفي تفاصيل اكثر. هون طبعا بيعطيكي الديموغرافي يعني شو الجنس تبع الفولورز. بعد ما اخترتي انت مثلا بدك انت بس فيميل خلينا نقول اوكي، وبهمك طبعا الفولورز يكونوا فيميل. عندك هون مثلا دانا عندها 78% فيميل، سو طبعا اكيد هذا بيناسبك كثير. شو اكثر كرايتيريا لازم نطلع عليها لحتى نختار؟ اكثر كرايتيريا هي الانجيجمنت ريت، هي معدل التفاعل مع الفولورز. حابه تشوفي مثلا خلينا نقول دانا حسيت انها اي اقرب شيء للكرايتيريا تبع الكامبين تبعها، سو بتشوفي دانا البروفايل تبعها كيف. أوكي. لما تشوفي هون في التشارت تبع الفولورز. مثلا هي من سنتين قديش كان عندها فولورز وكيف اتطوروا وزادوا الفولورز عندها. طبعا لما بتشوفي جراف عم بيطلع بهالطريقه هذا بيكون أورجانيك. عم شوي بيطلع. شوي عم تعلى يعني عم تكتسبون بمهارتها بالضبط. مرات بتشوفي رايز مره واحده مثلا بيوم واحد هون بتخاف منه بنبعد شوي عنه شوي بالضبط او اذا دروب كمان نفس الشيء بيكون دروب شوي يمكن ما قطعوا بفتره يمكن ما كانوا كثير انجيجمنت تبعهم. مرات بيكون هيك بس مرات بيكون انستغرام بيشيل الفيك اكاونتس والكمبيوتر اكاونتس فهدول كلهم فهول بيساعدوك كرايتيريا بيساعدوك لحتى تعرف تنقي الشخص المضبوط. طبعا هون بعد ما عملتي زي سكان على كل انفلونسر انا حابه تختاري مثلا هدول الاثنين انفلونسرز اوكي بتعملي اد تو كامبين الاثنين تتواصلي معهم نشوف الافيلابيليتي. انت مثلا ممكن تعرض عليهم ريت هن مثلا من غير الريت الموجود. طبعا البريف لازم يكون مفصل بصير مناقشه يعني بين الشركه بالنهايه وبين الانفلونسر. بيوصلنا طبعا احنا البريف within 3 days maximum بنرجع للشركه بنكون بنقول لهم اذا هذا الانفلونسر افيلبل قبل وافق على العرض وهل هو مناسب او مش مناسب. حلو كثير. فراس شو اكثر التحديات اللي واجهتك خلال تاسيس انفلونسرز دوت اي؟ هو اول طرف للشركات اللي كان انه نعلمهم انه ليش هالسعر انت عم تدفعه، بيقولوا انه بالاخير هو بس بوست عم يحطه. هو ما بتنحسب هيك، وبتنحسب انه هذا الشخص تعب لحتى وصل لهو وعمل كونتنت والناس تابعته بإرادته. هيدي للشركات انه تفرجي السعر، وبنفس الوقت للانفلونسرز انه كمان احيانا كان الاسعار لا تتطابق مع الواقع، بقى صرنا نقدر نقول لهم انه طيب مثلا هلا لانه الانجيجمنت تبعك شوي اوطى، اذا عليته فيك تقدر تطلب اكثر، فيك تعمل هالشيء. بقى هو بس بنعمل بالانس بين الاثنين. هون لقينا تحديات بالبدايه. كيف تقدر توصف نجاحك؟ والله مو نجاحي بصراحة، عندي فريق أحسد عليه لأنه التيم هو اللي make you or break you، يا أما بيعملوا الشركة يا أما بيكسروها. بقى كوننا مثل جو عيلة وهيدا اللي قدرنا ننجح فيه. فراس إن شاء الله تضلكم بالطليعة وشكرا لك. شكرا كثير لوقتك. في أحلى من أنه نوظف شهرتنا لخدمة المجتمع ونكون مؤثرين إيجابيا على اللي حوالينا؟ influencers.ae هدفها تكون مرجع للأشخاص المؤثرة أو الانفلونسرز على شبكات التواصل ليلعبوا دور مهم بنشر أفكار الشركات المهتمة بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبهالمشروع الجديد وبهالأفكار الشبابية الحلوة منكون وصلنا مشاهدينا لنهاية برنامج اليوم. دائما منذكركم بإمكانية الاطلاع على كل الأخبار يلي عرضناها ضمن البرنامج على موقع أخبار الآن www.akhbaralan.net.
ترقبونا بيوم جديد ولقاء جديد غدا إن شاء الله. مع السلامة.